أهلا بكم مشاهدينا إلى الموجز الاقتصادي. قال وزير الموارد المائية الحالي مهدي رشيد إن منسوب الأنهار انخفض بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي. إلى ذلك أكد المستشار بوزارة البيئة الحالية عيسى فياض إن العراق يفتقر إلى المياه اللازمة لتأمين إمداداته من الغذاء. وبحسب المزارعين فإن الإنتاج الكلي للعام الحالي سيتراجع إلى الثلث وبحدود 1,400,000 طن فقط بعد أن كان 4 ملايين العام الماضي، حيث يتأثر الإنتاج من قلة المياه بنقصان وزن المحصول وبالتالي قلة الإنتاج حتى مع زراعة مساحات كبيرة، وتراجع وزن ما ينتجه الفلاح من 30,000 إلى 10,000 طن فقط، أي بنحو 70%. قال البنك المركزي العراقي إن الحوالات الخارجية من الدولار على حساب المبيعات النقدية ارتفعت بنسبة أكثر من 90%. وبحسب البنك المركزي فإن مزاد بيع وشراء الدولار الأمريكي وصل إلى 210,575,844 دولار أمريكي، غطاها البنك بسعر صرف بلغ 1,460 دينارا لكل دولار. وأضاف البنك أن نسبة 9.15% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الأرصدة الخارجية على شكل حوالات واعتمادات، حيث بلغت ما يقرب من 192 مليون دولار، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 19 مليون و600 ألف دولار. قالت هيئة الإحصاء التركية إن اقتصاد البلاد ينمو بنسبة 7.13% في الربع الأول من 2022. وأوضحت المعطيات أن تقدير إجمالي الناتج المحلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 زاد بنسبة 7.13% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت البيانات إلى ارتفاع تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 79.15% في الربع الأول من العام بالمقارنة مع نفس الفترة من 2022. ارتفع الروبل الروسي أمام الدولار بأكثر من 6% في نهاية جلسة التداول اليوم، معوضاً بذلك بعض خسائره المسجلة على مدار الأسبوعين الماضيين. وأنهى الروبل جلسة التداول في سوق موسكو على ارتفاع بنحو 6.67 إلى 62.25 روبل لكل دولار، كما صعد الروبل الروسي أمام اليورو إلى 64.30 روبل لكل يورو. حذر شركة الطاقة الدنماركية أورستيد من أن روسيا قد تقطع قريباً إمدادات الغاز عن الدنمارك لرفضها سداد ثمنه بالروبل. وأكدت الشركة أنها ستواصل دفع ثمن شحنات الغاز من روسيا باليورو، مشيرة إلى أنه ليس لديها أي التزام قانوني بموجب العقد للقيام بدفع مشترياتها من غاز روسيا بغير اليورو. من جهتها قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن إن حكومتها تدعم شركة الطاقة الدنماركية أورستيد في قرارها، ووصفت المطلب الروسي بأنه غير مقبول. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أنها تملأ منشآتها التخزينية في الدنمارك وألمانيا لتأمين إمدادات الغاز لعملائها. وإلى أسعار صرف العملات والمعادن.
ختام الاقتصاد، شكرا على طيب المتابعة.